أجرينا الآن اجتماع استثنائي لوزراء منتدى الدول المصدرة للغاز GUCF. كان اجتماع جد مثمر سادته لغة الحوار وكذلك التعاون الكبير بين البلدان GUCF المصدرة والملاحظون، فكان الاجتماع جد مثمر. وتطرقنا كما تعلمون لصناعة الغاز وأهمية الغاز بالنسبة للمرحلة القادمة ودور الغاز كذلك لمرافقة كل الطاقات المستقبلة، الطاقات الجديدة والمتجددة، ودور البعيد والطويل الذي سوف يلعبه الغاز في مواكبة كل هذه الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة، وكذلك صناعة الغاز، تطوير صناعة الغاز، تكنولوجية الحديثة لصناعة الغاز، من خلال كذلك تدشيننا أمس لمعهد لجيري تابع لGUCF اللي هو راح يتكفل كذلك بدراسات الحديثة بالنسبة لتطوير الغاز وجعل الغاز كذلك يواكب كل التوصيات التي طرحت بالنسبة للمحافظة على البيئة واستعمال الغاز بطريقة مرنة سلسة، طريقة جيدة محافظة على البيئة باستعمال كل التكنولوجيات الحديثة لصناعة الغاز. كذلك تشرفنا بتوزيع جوائز لمميزين بالنسبة لGUCF، شركات وأشخاص وشخصيات، شخصيات مهمة ومرموقة التي لعبت دور مهم بالنسبة لصناعة الغاز. وكانت للجزائر حصتين، سوناتراك فازت بجائزة بأنها شركة جد متقدمة وأنجزت إنجازات كبيرة في صناعة الغاز، من تطوير الألنجي إلى تطوير الحقول باستعمال أحدث الإمكانيات والتكنولوجيات للمحافظة على البيئة. وكذلك كان السي علي حاشد كان من خبراء الجزائر في الغاز الطبيعي، كذلك شرف اليوم بجائزة كشخصية مرموقة صاحبة أشغال جد مهمة في صناعة الغاز. أشكركم، راح يكون لنا حديث غدا بعد القمة، لأن كل ما أنجزناه اليوم رفعناه إلى القمة غدا إن شاء الله، وبعد المصادقة على كل أعمالنا في القمة راح يكون لنا كذلك يكون لنا معكم حوار واستفسارات أخرى نقدمها لكم بعد الموافقة من طرف رؤساء دول البلدان المصدرة.